السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية أصدقائي. معكم حمزة من قناة ميدزيديو، القناة الأكاديمية التعليمية الخدمية. مكملين معكم بشرحنا لمادة علوم الحياة العامة 1 بيو 1. راح نحكي إن شاء الله اليوم عن التشابتر الثاني The Structure and Function of Large Biological Molecule Part 2. يعطيكم ألف عافية يا جماعة. طبعا زي ما بتذكروا نحن بالشابتر او بالجزء الاول من الشابتر الثاني حكينا عن اللارج بيولوجيكال مولكيول، شو هن خواصهم، شو اقسامهم بالجسم، انواعهم. في عندنا اربع انواع، حكينا عن الكربوهيدرات، حكينا عن البروتين والليبيد والنيوكليك اسيد. بلشنا بالشرح شو يعني بوليمر، شو يعني مونومر، وشو هي الروابط اللي بتربط الكربوهيدرات، وشرحنا عن الكربوهيدرات. طبعا الجزء الاول كان بالمغالب عن الكربوهيدرات، رابط الشرح رح تلاقوه بصندوق الوصف تحت الفيديو. اليوم رح نكمل شرحنا ورح نحكي اليوم ان شاء الله عن الليبيد. طبعا زي ما بنعرف يا جماعة نحن حكينا عن مصطلح يسمى البوليمر. البوليمر اذا بذكركم فيه هو عبارة عن تجمع للمونومر، لما يكون نفس المونومر similar monomer رح يعطينا اشي يسمى بالبوليمر. حكينا انه عندنا ضمن اللارج بيولوجيكال مولكيول عندنا 3 بوليمر، واحد لا يعتبر بوليمر. اللي يعتبروا بوليمر هم الكربوهيدرات والبروتين والنيوكليك اسيد، لانهم بتكونوا من نفس الوحده البنائيه الاساسيه، مشابهه، بتكون متشابهه. اما بالنسبه للليبيد هو يعني خارج النطاق او خارج السرب يغرد، هو عباره لارج بيولوجيكال مولكيول ولكنه لا يعتبر بوليمر. الليبيد زي ما حكينا انه هو عبارة عن hydrophobic molecules. اذا بنتذكر شو معنات hydrophobic، حكينا فوبيا يعني ما بحب للماء، هايدرو اشي له علاقة بالماء، فهايدروفوبيك معناها انه ما بحب الماء او كاره للماء. هذا الشيء معروف، الدهون والزيوت هي تعتبر كارهة للماء، يعني ما بتحب الماء. طيب lipid are diverse group of hydrophobic molecules. زي ما حكينا hydrophobic هاي لازم احنا نركز عليها، انه الليبيد تعتبر كارهة للماء. Lipid are the one class of large biological molecule that don't form polymer. هي لا تعتبر بوليمر، هاي مهمة يا جماعة، انه هي صح large biological molecule ولكن هي بالاساس مش بوليمر. The unifying feature of lipid is having little or no affinity for water. يعني بالنسبة لأهم خاصية يتميز فيها الليبيد انه الافينيتي يعني الرغبة، خلينا نحكي انه رغبته للماء او حبه للماء او اقترابه من الماء يكاد يكون منعدم. little or no يعني في شيء بسيط جدا او غير موجود بالنسبة للافينيتي له للووتر. lipid are hydrophobic، هاي متفقين عليها، because they consist mostly of hydrocarbon. ليش يا جماعة بنحكي عن الليبيد انه هو كاره للماء، او هو شو الطبيعة اللي خلته انه يكون كاره للماء؟ السبب انه الليبيد بتكون من الغالب من الكربون والهيدروجين فقط، فما في اشي يروح يرتبط مع الماء، تمام؟ الماء اللي هو H2O ما في اي رابطة بيناتهم، ما راح يكون عندنا اي رابطة. السبب انه عندنا الليبيد بيكون عبارة عن نون بولر، الهيدروكربون اللي هي C مع ال H تعتبر نون بولر. ونحن زي ما حكينا بالشابتر الاول اهم خاصية للماء او للووتر هي البولاريتي، فالماء بولر والليبيد نون بولر، فما راح يشتركوا مع بعض ابدا ابدا. The most biologically important lipid are، يعني أهم أصناف الليبيد هم عندنا الفات وعندنا الفوسفوليبيد وفي عندنا الاستيرويد. طيب يا جماعة راح نحكي عن الفات أو الدهون بالمعنى العربي. Fat store large amount of energy. من المهم نعرف إنه بالإضافة للكربوهيدرات الإنرجي بالجسم تيجي عن طريق الدهون، عن طريق الفات. فمصدر الدهون أو مصدر الطاقة عفوا في الجسم بيكون من مكانين، يا أما من كربوهيدرات يا أما بيكون من فات، تمام يا جماعة؟ طيب بالنسبة للفات are constructed from two type of smaller molecule. تكون الفات هو جاي عبارة عن شغلتين، الفات بيكون مكون من شغلتين أساسيات اللي هن الجليسيرول والفاتي أسيد. طيب الجليسيرول هو عبارة عن 3 carbon alcohol، يعني عبارة عن كربونة مرتبط معها OH، هذا يعتبر كحول، يعني كربونة كحولية with hydroxy group attached to each carbon، يعني هي عبارة عن كربونة مع OX. هلأ بنشوف رسمتها. بالنسبة للفاتي أسيد يا جماعة consist of carboxyl group attached to long carbon skeleton، يعني عندنا سلسلة طويلة من الكربون، تمام، وبيكون في نهايتها carboxyl group اللي هي CD.
دبل بوند او او اتش اللي هن سي او او اتش. تمام يا جماعة، هلا راح نشوف الشكل راح نتعرف عليه بشكل اكبر. هاي عندنا بالنسبة للفات هي عبارة عن جليسيرول زائد فاتي اسيد، جليسيرول مع فاتي اسيد. بنرجع الجليسيرول هو عبارة عن ثلاث كربونات كل كربونة معها او اتش. تمام يا جماعة، هذا الجليسيرول رقم واحد. رقم اثنين اللي هو الفاتي اسيد، الفاتي اسيد هو عبارة عن سلسلة طويلة من الكربون زي ما احنا شايفين، وفي واحدة منهن او اخر واحدة بتكون عبارة عن سي دبل بوند او او اتش اللي هو الكاربوكسيل جروب. تمام. هلا نحن زي ما اتفقنا لحتى نكون بوليمر عندنا لازم يطلع عندنا بتفاعل الديهايدريشن نزع الماء او الكوندنسيشن اذا بتتذكروا. فهون بيروح من عندنا اتش من الجليسيرول مع او اتش من الفاتي اسيد بيطلع معنا على شكل ماء، وبتتكون عندنا البوليمر هذا كامل بنسميه عبارة عن الفات. بالنسبة للرابطة يا جماعة جدا مهمة جدا مهمة، هاي اللي هي الايستر لينكج. اذا بتتذكروا كانت الرابطة بالكربوهيدرات عبارة عن جلايكوسيديك بوند او لينكج، بالنسبة للفات الرابطة هي عبارة عن ايستر، نوع الرابطة ايستر. نرجع نذكر يا جماعة انه لحتى يتكون عندنا الفات في عندنا نوع من انواع الفات اللي هو بنسميه تراي جليسيرايد او تراي جليسيرول. التراي يا جماعة يعني ثلاث، جليسيرول يعني في عندنا ثلاث مركبات فاتي اسيد ترتبط مع الجليسيرول. هاي عندنا الجليسيرول اذا بنلاحظ هاي كربونة اثنتين ثلاث، فاذا ارتبط عندنا فاتي اسيد واحد على الجليسيرول على كربونة واحدة من الجليسيرول بنسميه فات، اذا ارتبط على الثلاث على الثلاث كربونات بنفس الآلية بنسميه تراي جليسيرول، يعني الشحوم المركبة بتسمى او الدهون المركبة. نرجع نأكد يا جماعة قبل ما ننسى، الرابطة اسمها ايستر، جدا مهمة نوع الرابطة جدا مهم وبيجي بالامتحان. Fat separate from water because water molecule form hydrogen bond with each other and exclude the fat. يا جماعة لما نحن نحط الدهون بالماء راح تنفصل، يعني راح تنفصل راح تبتعد هاي الدهون عن المي لأنها ما راح تشكل معها أي رابطة. نعرف إحنا إنه المي بيحب يشكل رابطة هيدروجينية، الفات ما راح يشكل هذا الأشي، راح يطرد الفات، راح ما راح يصير في اختلاط ما بين الدهون والماء. In a fat, three fatty acids are joined to glycerol by an ester linkage, creating triglycerol أو triglyceride. هاي زي ما حكيت لكم يا جماعة. نرجع بنحكي إنه في عندنا إذا كان في عندنا ثلاثة فاتي أسيد ارتبطوا مع الجليسيرول زي ما شفنا بالصورة راح أورجيكم إياها، هاي الصورة اللي شرحت لكم إياها. إذا ارتبط عندنا ثلاثة فاتي أسيد three fatty acid بنسميه تريجليسيرول أو تريجليسيرايد. بنذكر على الرابطة يا جماعة اسمها إيستر لينكج. فاتي أسيد آر فيري إن لينث، طبعا طول الفاتي أسيد بيختلف من نوع لآخر، يعني في عندنا أنواع متعددة من الفاتي أسيد. اختلاف الفاتي أسيد عن بعضها عن طريق أو على شكل الطول بالنسبة للنمبر أوف كاربون، يعني بيختلف عندنا بالطول، وبيختلف أيضا باللوكيشن للدبل بوند. خلينا أورجيكم يا جماعة الصورة هون بتوضح لنا هذا الإشي. هذا فاتي أسيد وهذا فاتي أسيد وهذا فاتي أسيد، بنلاحظ إنه هذا الفاتي أسيد أقصر من هذا الفاتي أسيد، وأيضا أحيانا الفاتي أسيد بيكون فيه دبل بوند مثلا. تمام يا جماعة، فهذا الشيء ممكن يعطينا اختلاف ما بين أنواع الفاتي أسيد. شو بيهمنا هذا الإشي؟ بهمنا نعرف إنه في عندنا مصطلحين مهمات جدا وأكيد بيجي سؤال بالامتحان، إشي اسمه saturated fatty acid يعني مشبع، saturated يعني مشبع، وفي عندنا unsaturated fatty acid. الفرق بيناتهم يا جماعة إنه saturated fatty acid إشي مشبع، معناته عنده maximum number، يعني عنده الحد الأقصى من الهيدروجين أتوم. طالما إنه عنده الحد الأقصى من الهيدروجين أتوم فإحنا ما بنشوف فيه double bond. double bond توجد في السكيليتون او في الشكل تبع المركب لما يكون في عندنا نقص بالهيدروجين بوند فبيعوضها الدبل بوند. اما الانساتوريتد فاتي اسيد فيه وحده او اكثر من الدبل بوند، يعني بيكون غير مشبع بالهيدروجين. هاي زي ما نشوف يا جماعه هون في عندنا مثال على الفرق ما بين الساتوريتد والانساتوريتد فات، سؤال امتحاني بيجي بالامتحان كثير. فرق بيناتهم زي ما حكينا عنا الساتوريتد يعني مشبع، يعني عنده الاتش يعني الهيدروجين بتكون
بأقصى يعني تعبئة إلها بيكون فل بالهيدروجين، ما في داعي يكون في عندنا دبل بوند زي ما بنشوف عندنا هون. مثلا هاي الفاتي أسيد ما فيه أي رابطة ثنائية. مثال عليها يا جماعة اللي هي الزبدة، بنلاحظ إنه الساتوريتد فات بيكون عبارة عن مادة صلبة في درجة حرارة الغرفة، العكس تماما اللي هي الان ساتوريتد. ومثال عليها الزيت، زيت الزيتون لما يجينا سؤال بالامتحان يعتبر هو ان ساتوريتد فات، يعني في عنده دبل بوند يعني غير مشبع بالاتش. هاي زي ما بنلاحظ هون عندنا الدبل بوند موجودة في تركيبة الفات، بتكون هي سائلة في درجة حرارة الغرفة. الفات made from saturated fatty acid are called saturated fat. زي ما حكيت لكم لما يكون داخل بتركيبة الفات saturated fatty acid يعني اشي مشبع من الفاتي اسيد، فاتي اسيد مشبع، بنسميها ساتوريتد فات. وهي بتكون عبارة عن سوليد يعني بتكون صلبة بدرجة حرارة الغرفة، زي مثلا الزبدة، هاي احفظوها يا جماعة بتيجينا بالامتحان. زي السمنة مثلا، most animal fat are saturated. الدهون او الحيوانية بتكون عبارة عن ساتوريتد فات. اما الفات المصنع من unsaturated fatty acid لما يدخل في تركيبتها unsaturated fatty acid يعني بيكون في عندنا double bond او غير مشبع بالH، بنسميها unsaturated fat او بنسميها الزيوت، عشان هيك هي بتكون liquid يعني بتكون سائلة في درجة حرارة الغرفة. plant fat and fish fat are usually unsaturated. فاذا احنا عندنا نوعين من الفات، في عندنا الساتوريتد وفي عندنا الانساتوريتد. الساتوريتد اللي هي بتكون صلبة بدرجة حرارة الغرفة مثل الزبدة والانيمال فات. الانيمال فات هي عبارة عن ساتوريتد يا جماعة. اما الان ساتوريتد بيكون فيها دبل بوند كثير، بتكون ناقصة من الاتش، مثال عليها البلانت فات والفيش فات. الدايت اللي بيكون ريتش ان ساتوريتد فات may contribute to cardiovascular disease through plaque deposits. الأكل يا جماعة لما يكون فيه saturated fat الغني بالدهون المشبعة، هذا الشيء ممكن يعمل لنا cardiovascular disease اللي هي أمراض القلب والأوعية الدموية. يعني saturated fat خطر على الصحة، بيعمل لنا أمراض بأمراض القلب والأوعية الدموية نتيجة تشكل عندنا زي البليك ديبوسايت اللي هو بيصير في ترسب هاي الدهون على جدران الأوعية الدموية، ممكن تعمل لنا مشاكل، ممكن تعمل خثرات ضمن الدم. في عندنا عملية يا جماعة بيسموها هايدروجينيشن. هايدروجينيشن هذا مصطلح جدا مهم. Hydrogenation هي a process of converting unsaturated fat to saturated fat by adding hydrogen. يعني بيكون في عندنا، خلينا أشبه لكم إياها، مثلا عندنا fatty acid بيكون unsaturated يعني بيكون عندنا فيه double bond. Unsaturated يا جماعة إجت إنه هو ناقص من الهيدروجين، فنحن لما نعمل له hydrogenation نضيف عليه هيدروجين راح تتكسر هاي الدبل بوند، تتحول لرابطة أحادية. فاحنا حولنا الانساتوريتد اللي هو بيكون مفيد لساتوريتد فات اللي هو بيكون مضر للصحه. هيدروجينيشن فيجيتابل اويل اولسو كرييت انساتوريتد فات وذ ترانس دبل بوند. زي ما حكينا انه لما نعمل هيدروجينيشن يا جماعه على الفيجيتابل اويلز اللي هي بتكون فيها دبل بوند، راح يعطينا انساتوريتد فات. بتكون الرابطه ترانس دبل بوند، هي لها علاقه باتجاه الدبل بوند، مش كثير مهمة هاي المعلومة. الترانس فات may contribute more than saturated fat to cardiovascular disease، تعمل تصلب للشرايين. يعني في مرحلة، شو معنى هاي النقطتين بالنسبة للسلايدة؟ في مرحلة من المراحل لما احنا نعمل hydrogenation، يعني لما يكون في عندنا فاتي اسيد مثلا فيه دبل بوند، بالهايدروجينيشن هاي راح تتكسر الرابطة. في مرحلة من مراحل هيدروجينيشن بس تتكسر هاي الرابطة بتروح لمكان ثاني، بتنتقل لمكان ثاني، يعني بتكون هون بتصير هون. طبعا انتقال هاي الرابطة من مكان لمكان بنسميه ترانس فات، يعني الدهون المتحولة. تمام، هاي الدهون المتحولة لسه أخطر وأعطل من الساتوريتد فات يا جماعة، بتعمل مشاكل للقلب والأوعية الدموية، بتعمل أثيروسكليروسيز اللي هي تصلب الشرايين، فهي جدا خطيرة ومهددة لصحة الإنسان. طيب يا جماعة بنرجع بنحكي مختصر بسيط للإشي اللي حكيناه. في عندنا بالنسبة للفات في عندنا الساتوريتد وفي عندنا الأنساتوريتد. الساتوريتد نرجع بنحكي إنه فيه H مشبع، الأنساتوريتد بيكون فيه دبل بوند.
فنحن بنروح بنعمل عملية بنحول الـ unsaturated اللي فيه double bond بنحوله لـ saturated من عن طريقة إضافة الـ H، ولكن هاي العملية خطرة شوي، ممكن تعمل لنا حالة بنسميها trans fat اللي هي الدهون المتحولة، هذا الشيء بيزيد من خطر الإصابة بالـ cardiovascular disease أو الـ atherosclerosis. Certain unsaturated fatty acid are not synthesized in the human body. بعض الانساتوريتد فات يا جماعة ممكن انها ما تتكون داخل جسم الانسان، طبعا جسم الانسان بيعمل على تصنيع الدهون الاساسية اللي بيحتاجها، ولكن بعض الدهون غير المشبعة ممكن يتم تصنيعها خارج جسم الانسان. طبعا هذا الشيء ممكن نحصل عليه نحن عن طريق الدايت، عن طريق الطعام، يعني الطعام اليومي اللي احنا بنتناوله. These essential fatty acids include omega 3 fatty acid required for normal growth and thought to provide protection against cardiovascular disease. طبعا يا جماعة الفاتي أسيد اللي بصنحنا الجسم أو اللي بنحصل عليه نحن من الغذاء من الغذاء اللي هن عبارة عن الأوميجا 3 الفاتي أسيد، هذا الشيء جدا مهم مشان النمو الطبيعي للخلايا ونمو الإنسان، وممكن إنه يحمينا من الإصابة بأمراض القلب. عندنا الأوميجا 3 اسمه أوميجا 3 فاتي أسيد، هذا جدا مفيد لصحة الإنسان. The major function of fat is energy storage. زي ما حكينا إنه الفات هي بتعمل على الحفاظ أو تخزين الطاقة. Human and other mammals store their fat in deposit cell. يعني نحن الإنسان والحيوانات بتخزن هاي الفات ضمن الخلايا الدهنية أو إحنا بنسميهم الشحم، بيتم فيها تخزين الدهون. A deposit show اللي هو النسيج الدهني also cushions vital organ and insulate the body. طبعا يا جماعة نحن زي ما بنعرف انه النسيج الدهني او الخلايا الدهنية هاي بتعمل زي تقريبا حماية او وسائد، ترجمة الحرفية هي وسائد للاعضاء، ولكن هم مقصود فيها انه هي بتعمل زي بتغلف او بتبطن هاي الاعضاء وبتعزلها عن بعضها وبتعمل عزل للاعضاء عن بعضها البعض. طيب بعد ما حكينا عن الفات يا جماعة رح نحكي هلأ عن الفوسفوليبيد. نحن لساتنا ضمن تصنيفات الليبيد، حكينا انه الليبيد رح ندرس فيه ثلاث اشياء، الفات الفوسفوليبيد and الستيرويد. حكينا عن الفات وشرحنا عنه عن انواعه وشو بتكون، هلأ رح نحكي عن الفوسفوليبيد. الفوسفوليبيد يا جماعة في عندنا 2 فاتي أسيد and phosphate group are attached to glycerol. يعني إذا بتتذكروا يا جماعة نحن حكينا عن الفات هو عبارة عن جليسيرول، يعني ثلاث كربونات وبكون متصل معهم فاتي أسيد، هاي فاتي أسيد وهاي فاتي أسيد، بتكون فاتي أسيد ضمن بالفات. أما بالنسبة لها في حالة الفوسفوليبيد، فوسفو يعني في عندنا فوسفات، ففي يكون عندنا هنا فوسفيت جروب مرتبطة مع الكربونة تبعيت الجليسيرول. فإذا ببساطة هي عبارة عن جليسيرول مرتبط فيها ثنتين فاتي أسيد مرتبط فيها جليسيرول فوسفيت عفوا. The two fatty acid tail are hydrophobic but the phosphate group its attachment to form hydrophilic head. يعني يا جماعة نحن الفاتي أسيد اللي بيكون مرتبط مع الجليسيرول، الفاتي أسيد هذا عبارة عن إيش؟ عن hydrophobic، هذا كاره للماء، تمام؟ hydrophobic. الجزء الفوسفيت اللي بيكون مرتبط الفوسفيت اللي بتكون مربوطة مع الجليسيرول هاي تعتبر هيدروفيليك محبة للماء. فإذا ميزة مهمة جدا للفوسفوليبيد إنه هو فيه جزئين، جزء كاره للماء وجزء هون بيكون محب للماء. هاي خاصية جدا مميزة بتعطي مميزة للفوسفوليبيد لحتى إنه يكون هو المكون الأساسي لجدار الخلايا. هيا جماعة عندنا الهايدروفيليك هيد يعني الرأس المحب للماء هو عبارة عن الفوسفيت جروب، وفي عندنا الهايدروفوبيك تيل اللي هو الذيل الكاره للماء هو عبارة عن فاتي أسيد، تمام يا جماعة؟ هاي كثير مهمة وتفيدنا بتركيبة الغلاف غلاف الخلية الممبرين. When phospholipids are added to water they self-assemble into bilayer with hydrophobic tail pointing toward interior. يا جماعة لما نحط الفوسفوليبيد ضمن الماء راح يصير في عندنا إعادة تشكيل self assemble، راح يتشكل هو نحو الداخل عن طريق راح يتحول لطبقتين.
الطبقة الكارهة للماء راح يعني راح تكون متجهة نحو الداخل، يعني بتتكور على بعضها، والطبقة المحبة للماء أو الهيد راح يتجه نحو الماء. إذا في صورة بتوضح لنا هذا الإشي، هيها زي ما ملاحظة يا جماعة، هون في عندنا مثلا الماء، وهاي هو مثلا المي، وهذا جدار الخلية، تمام. هاي في عندنا الهيد زي ما احنا ملاحظين، اللي هي عبارة عن الفوسفيت، بيكونوا متجهين نحو الماء، لأنه ليش؟ لأنه هم بيحبوا الماء، هايدروفيليك هيد. أما التيل اللي هو الهايدروفوبيك أو الفاتي أسيد، هذا كلياته بيكون متجه مع بعضه البعض، عشان هيك بيعمل عندنا باي لاير، عندنا طبقتين. The structure of phospholipid result in bilayer arrangement found in cell membrane. زي ما حكيت لكم يا جماعة انه هاي خاصية جدا مهمة للفوسفوليبيد، انه لما تشكل على شكل طبقتين بيكون بتركيبة داخل بتركيبة السيل ميمبرين، جدار او غلاف الخلية. This type of structure is called micelle. بنسمي هذا الطبقتين او التكور تبع الفوسفوليبيد بنسميه عبارة عن المايسيلز. Phospholipids are the major component of cell membrane. زي ما حكينا لكم المركب الأساسي للسيل membrane هو عبارة عن الفوسفوليبيد. بكل بساطة هذا كل شيء عن الفوسفوليبيد. هلا رح ننتقل يا جماعة للستيرويد. ببساطة يا جماعة الستيرويد هو عبارة عن lipid characterized by carbon skeleton consisting of four fused ring. الستيرويد من نعرف شكله مباشرة فيكون في عندنا 4 fused ring عبارة عن 4 حلقات من الكربون بتكون مربوطين مع بعضهم البعض. خلينا نشوف هاي شكلهم يا جماعة، في عندنا 1 2 3 4، عبارة عن 4 حلقات من الكربون. Different steroids are created by varying functional group attached to them. يعني لما نعرف نفصل ما بين انواع الستيرويد او شو الاختلافات ما بين انواع الستيرويد، بتكون عبارة عن اختلاف الفانكشنال جروب اللي هي المجموعة الوظيفية اللي بتكون مرتبطة مع هاي الرينج. في عندنا اشي اسمه الكوليسترول. الكوليسترول هو نوع من انواع الستيرويد، هو important steroid، هو اهم ستيرويد. is a component in animal cell membrane and precursor for other steroid are synthesized. يعني يا جماعة خلينا نحكي شوي عن الكوليسترول. الكوليسترول هو عبارة عن ستيرويد. ستيرويد يعني هو نوع من أنواع الليبيد. له مهمة كبيرة جدا داخلة في تركيبة الأنيمال سيل ميمبرين، هو داخل في تركيبة غلاف الخلية، وهو يعتبر بريكورسر، يعني هو المادة الأولية اللي بنصنع منها باقي الستيرويد. يعني من الكوليسترول بيطلع من عندنا ستيرويد آخر. طيب أهميته بالسيل ميمبرين يا جماعة، هي رح ندرسها لقدام، انه هو بيحافظ على مرونة السيل ميمبرين، بيمنع تصلب الشرايين والامور هاي. فالكوليسترول هو مفيد الى حد ما، اذا كان الجزء المفيد من الكوليسترول ضمن الميمبرين راح يحافظ لنا على مرونة الشرايين والاوردة، ويقلل من اصابتنا بمرض تصلب الشرايين. يعني هو بده يكون بشكل متوازن ضمن الخلية أو جدار الخلية لحتى يحافظ على هذا الشيء. Although cholesterol essential in animal high level in blood may contribute to cardiovascular disease. زي ما حكيت لكم يا جماعة إنه الكوليسترول لازم يكون بنسبة معينة ضمن الجسم، ضمن جدار الخلية، لحتى يحافظ على مرونتها. إذا زادت راح يزيد في عندنا خطر الإصابة بأمراض القلب. Both saturated fat and trans fat exert their negative impact on healthy by affecting cholesterol level. زي ما حكينا قبل شوي انه الساتوريتد فات يا جماعه والترانس فات هذول ممكن ياثرن على الكوليسترول ليفل ضمن الجسم، راح يرفعوا من نسبه الكوليسترول، وهذا الشيء راح يسبب عندنا مشاكل تصلب الشرايين وامراض القلب. هي الشكل زي ما حكيت لكم هو عباره عن 4 حلقات مرتبطه مع بعضها البعض. الفانكشنال جروب اللي هي هاي يعني المجموعة الوظيفية هي بتحدد نوع الكوليسترول او نوع الستيرويد عفوا. وهيك يا جماعة نحن بنكون تقريبا خلصنا شرح عن الليبيد. ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا، وتابعوا الحلقات السابقة وانتظرونا بشروحات اخرى، وبالتوفيق لكم، يعطيكم الف عافية.